يوم جديد من أيام التعليم ونهاية المضمار لسباق نحو التعلم والريادة. تسخر الطاقات لاستقبال أيام الحصاد التي فيها شيء من المعاناة للطالب والعمل الدائم من المدارس. وقد افتتحت المدارس يومها الأول من أيام الاختبارات، حيث كانت على أتم الاستعدادات لاستقبال الطلاب وتهيئة المكان التهيئة المناسبة. تم الإعداد لها منذ وقت مبكر تقريبا شهر، من حيث إعداد الأسئلة، تقيد بتعليمات الاختبارات، أيضا تهيئة الطلاب نفسيا، وكذلك في ثانوية الشيخ بن باز موقع إلكتروني يتم من خلاله تحديد مقعد الطالب في الاختبارات في أي قاعة وفي أي عمود. ولذلك لم يجد القائمون على الاختبارات في المدرسة وكذلك الطلاب أي صعوبة في تحديد موقع كل طالب. الإنسان الذي يعرف كيف يستغل وقته يكون أكثر سعادة، والعلاقة بين الاستعداد والتفوق علاقة تلازم لا تنفك إحداها عن الأخرى. والله الحمد لله كنت مستعد جدا هذا اليوم. أنا طبعا نقسم وقتي من قبل، مثلا قبلها بأسبوع أذاكر لي كم، حط لي مدة معينة أذاكر فيها، والحمد لله استعداد تام، كان اختبار سهل جدا ولله الحمد. أول اختبار بالثانوي نهائي كنا مترددين مرة، وذكرنا واجتهدنا الحمد لله وحصلنا نتيجة اليوم، كانت اختبار زي اللوز على ما قال. ولم تغفل المدارس احتياجات طلابها، فقد وفرت ما يحتاجه الطالب من أجهزة ووسائل تساعده على الاختبار مع زملائه بأعلى درجات الكفاءة. هذا الجهاز تحط تحته ورقة وتبدأ تحرك وتكبر معك ألوان مختلفة، تكبيرات يعني من 0 إلى يمكن 70 ضعف، يعني أختبر مثل أي واحد ثاني. بالعكس النظر هذا يعني شيء طبيعي، وش أعتبرش عاهة ولا أعتبر النقص ولا أعتبر. الاختبارات استراحة المحارب وفرصة للطالب لتقييم أدائه وعطائه الدراسي ومعرفة مقدار ما تحصل عليه في فترة الدراسة. وكما يقال، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. لقناة عين، أنس بن إبراهيم، الرياض.